محمد علشان يعني عشان بس يبقى الموضوع. الاستاذ محمد كمان حاله تانية خالص لانه يعني الاستاذ محمد بيقدم نفسه بشكل كمان مختلف يعني. ده دجل وشعوذه استاذ محمد وتغييب للعقل. والله يا استاذ وائل عايز اقول لك حاجه، حته الدجل والشعوذه فهي في كل المجالات، في الطب لما اروح اتداوى وادفع فلوس وما اخدش خدمه كويسه يبقى ده دجل وشعوذه. لا بيبقى فشل. طب فشل بقى، ما هو دجل برضه دجل عليا وخد مني فلوس ما ادانيش الخدمه اللي انا عايزها. نفس الطريقه كل مجال فيه وفيه. اما حته ان الفلك اللي هي الابراج، فالابراج طبعا بتعلمني ازاي اتعامل مع نفسي ومع عيوبي، ازاي اقدر اغيرها، ازاي اكون سعيد. نفس العلوم الانسانيه كلها اللي انا بحترمها، تنمية بشريه، كل الاشياء ديت، فهي بتعالج السلوك، بتحط ايد على الغلطات اللي عندي وبتخليني اتقبل الاخر اللي هو عايش معايا في الحيز مفروض عليا، زوجتي، رئيسي في العمل، ايا كان. فبعلمني ازاي ان انا بتعامل معاه. هي تفرق عن علم النفس واشطر كمان من علم النفس، لان بيدخل فيها الفراسه وناحيه ثانيه انه بقسم للبشر اشطر يعني. طب ما نلغي كليات الطب. لا 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 ما نلغيهاش. هو بقسم للبشر. العلم النفس بيخاطب، لو حضرت محاضرات وشفتها هتلاقيه بيخاطب ككل. انا درس علم النفس كويس. فبيخاطب البشر ككل. يعني في كتاب اسمه كتاب السر في عملية الجذب، قانون الجذب والتجلي، ازاي انا بجذب الاشياء ليا. كل دي حاجات جديدة دخلت تزاحم الابراج. لا يعني ازاي اجذب الاشياء ليا؟ عايز افهم الناس. ده مش علمي، ولكن هم في الكتاب ده عملوه اسمه كتاب السر، وبتعاملهم بالطريقة ديت اللي هم بتوع التنمية البشرية، بتوع المنطقة الحيوية والكلام. انت بتتكلم عن الكتاب الشهير اللي هو السر اللي تم توزيعه. بس طبعاً. ده فكرة. ده مشكلة يا باشا. انا بتكلم في الابراج كحركة الكواكب مع بعضها وتأثيرتها على البشر، بتأثر بحاجتين من وجهة نظرنا احنا. هو انا ما جبتش اورانوس والزهرة. طب ليه بتتوقع؟ وحطيته قدام. ليه بتتوقع؟ هو بتتوقع حالة صدام الكواكب مع بعضها أو اجتماعها في فرحها وسعادها. ده بالناحية الفلكية. في ناحية روحانية، في ناس روحانيين، في حد بيحلم إنه هيحصل كذا وبيطلع يقوله، في حد معاه روحانيات بتقوله بيوزن بعد كده بالفلك. كل واحد، مش هقول لك الآلة اللي أنا بعمل بيها، وحتى أنا في التقرير ما جابليش ولا حاجة من اللي الواحد عند حضرتك حق. كل واحد فعلا بيطلع لا ما عشان انت معانا يعني، احنا بناخد بس في التقرير عناوين كده. بيهدر في الاخر، ده حقيقه. لكن لو كل واحد فينا انشغل بنفسه وادى عمله كويس واتقنه اتقان كويس ايا كان عمله ايه، فاكيد هيفيد البشريه. انا ما بقولش للناس تكسلم، انا بقول له خلي بالك، انت مثلا عنيده، انت شكاكه، طب ما تبعد عن الشك، بدل ما تيجي تروحي لي اعمل لك عمل انا او غيره او دوك ايا كان مين، ما تتعاملي كويس مع زوجك وتحط ايدك على الغلطات. طب ما ده بالعكس. لا بس انت بتدخل في التوقعات يعني، انت ما تشوف انت داخل في اسمه توقع مش تنبؤ. التنبؤ انا باكد وبجزم ان في شيء هيحصل، اما التوقع انا يحتمل انه يصدق ويحتمل انه يكذب، انه ما يتحققش يعني. ولكن لما نيجي نقيس ما نجيبش توقع واحد او مثلا، لا نجيب مجموعه توقعات الشخص وايه اللي نجح فيها وايه اللي مبنى على اشياء. طيب ليه محمد فرعون تحديدا حتى يطفي على نفسه يعني مزيدا من الغموض والقوة الخفية يعني، فيبتدي يتكلم كمان انه متجوز من جن وعنده ابن من الجن؟ ده شيء يخصني انا، ولا عشان اطفي ولا عشان حاجه. لا ما هو ده انا راجل شيء يخص العلم والعقل. لما يطلع حد يقول كده اذا ما تردش عليه فهيخلي الناس يؤمنوا بهذا الكلام يعني. مش حته يؤمنوا، مش لا انا الوحيد ولا انا الاول ولا انا الاخير. ناحيه تانية لما بمسك انا ربنا وهبني اداني هبه مجموعه خوارق، بطلع اعمل حاجات عقلك ما صدها. ده حاجات واقعيه مش لسه هنحكي فيها. لا خوارق زي ايه؟ بتعمل ايه يعني الخوارق اللي انا عملتها؟ للشد والجر والنط والاكل والحاجات اللي انا بعملها على يعني ايه الشد والجر؟ يعني الشد بشد مجموعه عربيات باسناني وبشعري وبعمل حاجات خارقه. ده مش
ده من صغر يعني بعملها ومتسجلة على البرامج يعني حتة الخواطر. يعني انت ممكن تقوم تشد لنا بسنانك دلوقتي الطاولة دي بالضيوف؟ اشد واعمل حاجات معمولة يا استاذ وائل مش من النهارده يعني. بس اصلا انا ما يعني ما يهمش لما اناقشك ولا يهم. ما انا مش عارف انت لما صورت ده ما جايز في حد بيزق من ورا احنا مش ممكن شايفينه يعني. ممكن صح. بيطلع في النهاية وهياكل برضه واحد هياكل بيطلع في النهاية يعني. والله ممكن يكون فيه الله اعلم ولكن دي حاجات ربنا هو وهبها لي وانا يعني لا تفيد الناس بحاجه ولا هتضرهم. لا بتفيد وبتضر يعني. هتضر ازاي؟ ما خلاص بقى احنا عايشنا الناس في الابراج من الاوهام والخيالات وخلاص الناس بقى بيستهويها ده وبدلا من الذهاب للطب والعلم بيروحوا لمحمد فرعون ويقول لك الملجا لمحمد يجي لمحمد فرعون احسن من الطب. يروح للطب ثواني بس. الطب بيقول له ايه؟ الدكاتره الطبيين النفسيين بيقول له ايه؟ هي مجموعه كلام ومصطلحات. ما هو مش قرآن، ما هو مش توراة، مش إنجيل. هو يعني أنا العلم الأبراج علم غير معترف به. هو بنقول عليه علم بدون يعني أرض. أنت بتشوف أنت أفضل من الطب؟ مش أفضل، أنا بخاطب البشر، هو بنكمل بعض. هو بيتكلم مع البشر، أنت راجل ضعيف الشخصية، أنت واحدة مزعلة زوجك. هو بكلمها بلغة وأنا بكلمها بلغة. إيه الفرق؟ هو يتكلم وأنا أتكلم وهتلاقي طيب. الكلام